قضيه ابناء قبيله الغفران، هذه القبيله الشريفه التي وقفت امام الانقلاب الذي قاده حمد ضد والده. هذه القبيله احد مكونات الدوله القطريه، احد مكونات الاماره القطريه، ضاربه بجذورها في اعماق التاريخ القطري. نتيجه هذا الموقف قامت الاماره القطريه بتجميد الجنسيه على ابناء هذه القبيله، وهذه القبيله الان واعضائها بيرفعوا امام الامم المتحده في جنيف قضايا لمحاكمه ومحاسبه النظام القطري. سال حمد الغفران، سال رئيس لجنه حقوق الانسان القطري اللي موجود في لجنه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده اللي هو علي بن صميغ المري، سالوا اسئله منطقيه، لماذا تنزعوا منا الجنسيه؟ لماذا حرمتونا من الجنسيه؟ ومعنى جنسيه قطريه ومعنى جوازات سفر، ورفعها في وجه لم يستطع مندوب قطر في الامم المتحده ان يجيب، واخذ فقط ينظر يمينا ويسارا في بلاهه شديده دون ان يجيب. معي على الهاتف السيد حمد الغفران ممثلا لهذه القبيله، والذي يواجه بدراوه هذا الظلم التاريخي الذي يقع على قبيلته. اهلا بك سيد حمد. اهلا وسهلا. يعني اطلعنا على بشكل سريع على الازمه التي تعاني منها قبيله الغفران في مواجهه النظام القطري. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه احب اشكركم على هذه النقله. والامر الاخر، قضيه الغفران هي قضيه لا نقدر يعني ان نفسرها الا انها قضيه تمييز عنصري بحق هذه القبيله. لماذا؟ لان للامانه لا يوجد اي مبرر. انا على سبيل المثال اسقطت جنسيتي وعمري 9 سنوات طفل بدون اي ذنب، بدون اي تهمه، بدون اي محاكمه. لو كان هناك محاكمه او اي شيء يستند عليه الدستور القطري لا قادرنا بهذا الامر. الان حتى مواد القانون الدستور القطري الماده 38 و 49 كلها ضد ما حصل لي انا شخصيا متحدث معك، حيث ان الارتجاع الجنسيه مني كان وانا طفل بدون اي محاكمه، بدون اي طرح قضيه، بدون اي جرم. السبب الوحيد ان حمد ينتمي لهذه القبيله. هذه القبيله التي كان معظم الناس اللي فيها ينظرون للحاكم اللي هو خليفه، هو الحاكم الشرعي للبلاد. وهذا امر يعني لا يستطيع احد ان ينكر بالمنطق. انتزعت السلطه من خليفه، انتزعها ابن حمد، وهذا الامر ما ارضى الشعب القطري كامل. لكن سلطت هذه التهمه على قبيله الغفران من بدت الشعب القطري كامل. نعم. سيد حمد، يعني ما هو مستقبل القبيلة الآن، وما هو ردود الأفعال التي يعني تلقيتوها من المنظمة الدولية في جنيف؟ هو للأمانة هو في حرج حينما نذهب لهم بإثباتاتنا وصدق القضية وقوة الحجة. تجد الاشخاص هناك منحرجين من القضيه التي نطرحها عليهم. لكن للامانه لا تجد يعني حل ملموس او فعل تقول انه يعني هو الحل هذه المشكله. تجد وعود مثل ما حصل من 22 سنه. وعود ان شاء الله تصلح الامور. ان شاء الله كانها ابره تخديريه للقبيله. ولكن نحن مستمرون ان شاء الله ان شاء الله ان ناخذ اخر حق
اخر الى ان ناخذ حق اخر شخص من هذا القبيل. ان شاء الله سيد حمد الغفران ندعو لكم بالتوفيق، ونحن معكم مع الحق الذي يعيد لاحد مكونات الدوله او الاماره في قطر لحقوقهم الدستوريه والانسانيه.